تتوفر منطقة تغادى الواسعة الواقعة شمال شرقي مدينة جيرو على العديد من المزارع التي تنتج لأصحابها أنواعا مختلفة من الخضروات وتسهم في تحسين ظروفهم المعيشية. ويطالب المزارعون في هذه المنطقة بتزويدهم بالدعم اللازم وبالوسائل الحديثة التي ستمكنهم من مضاعفة الإنتاج وتسويقه بالشكل المطلوب. أزيد من 100 شخص من سكان منطقة تغادى الواسعة يمارسون زراعة الخضروات بأشكالها. هذا النشاط مكن أصحابه من تحسين ظروفهم المعيشية عبر تسويق المنتوج في العديد من مناطق الولاية وخارجها. إنتاج الحرية تبارك الله، ما شاء الله، إنتاج الحرية ما شاء الله، ما خاسر شيء، لكن هذا كامل كفي نقص، لأنه برحد وسائل النقل ووسائل التسويق ووسائل يسقي بها. قطعنا عن يدور الله يستفاد ويستفاد الاخرين. الاخر بعد عمل ما شاء الله، واحنا قاعدين فيه في وطننا، مصيرين ونعدون حاجنا وبنينا ديارنا ومعدلين من حوايج عيالنا، ولله الحمد. نحرث ذنبيت وندير كاروت وندير بترا وندير لبصه وندير برجي، نمشي به الى لا ونمشي به الى طينطا ونمشي به الى كنكوص ونمشي به الى سيلي باب. ما شاء الله عايشه منه، نشري منه لقنم ونشري منه البقر ونشري منه وأكل يومية. ويتدخل في هذه المنطقة مشروع ترقية وتنمية الواحات عبر رابطة التسيير التشاركي لواحة تغادى الواسع. حصاد هاي السنة فيها 470 طن من كروت وأربع أطوان من بنبتير وثلاثة من برجيم وستة من تمات واثنين من بترات. هذا الإنتاج معدلينه هون، تدخل فينا مشروع الواحات، هو اللي مؤسس الرابطة، هو المعدل الدعم، عدل فينا منشآت، مازلنا نشتغلوا بالآلات التقليدية، نختار ونستقبل الدولة وارك في وترات جيت وارك اللي في أخبار الزراعة والنخيل والاكتفاء الذاتي من المنتوج. فعلا ذني قالوا المزارعين هنا يعاونوا بالطاقات اللي ويولا بيار فرجات مانيال دور يحصل الاكتفاء الذاتي، لأن الأرض هون زينة تبارك الله وفيها الماء وفيها الناس اللي تشتغل. ويبقى توفير تقنيات الري الحديثة ووسائل الحفظ والتسويق عاملا مهما في مضاعفة المنتوج.